أنا عايز أبقى موزع موسيقي. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا بخصوص هندسة الصوت والتوزيع الموسيقي. ناس كتير بتبعت تسألني أنا عايز أبقى موزع موسيقي أعمل إيه؟ علشان أرد على الناس ديت لازم نفهم الموزع الموسيقي هو بيعمل إيه بالظبط؟ إيه وظيفة الموزع الموسيقي؟ الموزع الموسيقي بياخد فكرة لحنية مبدئية سواء بتاعته هو أو بتاعة ملحن تاني، وبياخد الفكرة دي يطورها وينميها بحيث إنها تبقى موضوع. يعني إيه؟ يعني الراجل هياخد صوت واحد، صوت واحد عمل له الدندنة بتاعة اللحن دوت على عود، على فلوت، على أي آلة موسيقية، على جيتار، وبياخدها يرى فيها رؤية موسيقية، المقطوعة ديت أو الحتة ديت أو الجمل ديت تنفع تتعمل بآلات كذا وكذا وكذا، وبيبقى له رؤية موسيقية. الراجل دوت بيبقى له رؤية موسيقية. بعد كده بيحط الهيكل العظمي للموضوع النهائي، يعني هيبقى الموضوع من مقدمة ومن دخلة ومش عارف ايه وكذا وكوبري في النص، وبعد كده في قفلة في الآخر. بيحط هو الصورة بتاعة الهيكل العظمي بتاع هذه المقطوعة أو هذه الأغنية. بعد كده بتيجي مرحلة اختيار الآلات اللي هيستعملها في هذا الموضوع أو هذا المشروع. الآلات دي لازم تلائم اللحن اللي جاي له دوت، وتلائم الموضوع اللي هيتعمل دوت. يعني مثلا مش جاي تعمل لي مثلا فيلم رومانسي، مثلا جايبين لك حتة حزينة وبتاع وكده، وتروح جايب لي موسيقى مثلا فرحانة قوي ومثلا وطبل وبتاع ومش عارف ايه كمان، طبعا مش هتنفع. فلازم الراجل اللي يبقى عارف بالظبط هو بيستعمل، اعتبر ان المقطوعة الموسيقية ديت او الاغنية دي عمل درامي، يعني في رسالة جاية منها. الموزع الموسيقي لازم يبقى فاهم الرسالة دي ايه ويستعمل الادوات المناسبة علشان الرسالة دي توصل للمتلقي او المستمع في الاخر. علشان الموزع الموسيقي كمان يعمل عمل متكامل لازم يكون هو عنده رؤية للأدوات اللي يقدر يستعملها عشان يحسن الصورة النهائية. الراجل لما هيديله اللحن بتاعه بيزك على العود مثلا أو على البيانو، حاجة بسيطة جدا، لحن بسيط جدا، الراجل الموزع ما بيجي يعمل الهيكل العظمي بتاع المقطوعة أو الأغنية بيقرر مثلا أنه يحط بريدج أو كوبري في النص. الكوبري ده مثلا هيعمل عليه سولو جيتار مثلا، السولو الجيتار ده هيبقى من الكوردات الفلانية اللي هي هتبقى برا السلم اللي معمول بيه مثلا، وبعدين هيرجع تاني بيه على سلم الأغنية الرئيسي مثلا. هو قرر كده الراجل، فالقرار بتاعه دوت هو بناء على حاجات عملها أو حاجات هو يظن ان غيره عملها أو حاجات جات له فكرة فيها ان هتطلع حلوة، واخد بالك، وبينفذ هذه الرؤية. طيب احنا عرفنا وظيفة دلوقتي الموزع الموسيقي. طب هل الموزع الموسيقي ده هو اللي بيخرج لي العمل النهائي بقى بعد ما يتهندس الصوت ويتسجل ويتعمل؟ لا، هو بيحط لي كل التكوينات ديت وبيسجل كل الآلات وبيكتب لها كل البارتات بتاعتها، يعني كل الأجزاء اللي بتعزفها كل آلة موسيقية هو بيبقى مسؤول عنها تماما ومكتبها كلها تماما. حتى لما بيدي مساحة لعازف شاطر مثلا يقول له اعمل لي هنا حاجة من عملك انت، يعني هو بيبقى عارف ومحدد له بالظبط هو هيعمل ايه والاتجاه ايه، وممكن ما يعجبوش الحاجة اللي عملها العازف ده ويقول له لا ممكن توريني حاجة تانية او تعمل لي حاجة تانية، او طب اعمل دي، او يديله هيكل ستراكشر اللي هو عايزه بالظبط في المنطقة دي. تمام كده، الراجل ده واتحط الرؤية النهائية اللي هيطلع عليها العمل. تفنيش العمل ده بقى حاجة قصة تانية، اللي هو هيبقى مهندس الماسترينج ومهندس الميكس بيعملوا الكلام ده كله. اللي احنا بنتكلم دلوقتي على الراجل الموزع الموسيقي ده مش مهندس صوت يا جماعة، موزع الموسيقي ده راجل عنده رؤية موسيقية، الراجل ده موسيقي. طيب اعمل ايه بقى علشان ابقى موزع موسيقي؟ علشان تبقى موزع موسيقي اول حاجة لازم تكون موسيقي. يعني لازم الاول تفهم موسيقى. يعني ايه تفهم موسيقى؟ تكون سعادتك يعني بتعزف آلة او آلات، يفضل طبعا لو بتعزف اكتر من آلة، فاهم الآلات دي بتعمل ايه، بعارف مدى او مجال كل آلة، لان الكمانجا ليها مجال، التشيلو ليه مجال تاني، الكونترباس ليه مجال تالت، الجيتار ليه مجال، الفلوت ليه مجال، الصوت البشري الراجل ليه مجال والست ليه مجال، والراجل نفسه بيتقسم تلات اقسام والست بتتقسم تلات اقسام. فانت لازم تبقى عارف بالظبط انت بتتعامل مع ايه علشان تقدر تحط الفكرة بتاعتك بالادوات بتاعتك. دي اول حاجة.
تاني حاجة منك انت عازف لآلة موسيقية وفاهم الآلات الموسيقية، تاني حاجة بعدها انك انت تبقى فاهم المعلومات الأساسية في الموسيقى بصفة عامة. يعني ايه؟ يعني سعادتك عارف يعني ايه سلالم، وتعرف تطلع السلالم ازاي، السلالم اللي هي المقامات، السلالم هي المقامات، تبقى عارف تطلع السلالم ازاي وايه بدايات كل سلم وخصائصه وعناصره. تاني حاجة في علم الهارموني انك تبقى عارف الهارموني بتاع كل سلم، يعني كل نوتة في السلم ليها كورد خاص بيها، النوتة ديت الهارموني بتاعها ايه. تالت حاجة ازاي تحرك الهارموني ده، يعني ده يجي بعده ايه وده ما يجيش بعده ايه، وايه هي التركيبات الهارمونية المتعارف عليها ناس كتير بتعملها وبتطلع بيها حاجة كويسة، وتخرج عنها ازاي، وتخرج عنها بحد قد ايه، وتعمل ايه بالظبط علشان تطلع جملة موسيقية متهارمنة معمول لها الهارموني بتاعها، بحيث الجملة دي تبقى جملة مفيدة تحط على جملة تانية، تحط على جملة تالتة، يبقى عندك لحن حلو. لازم تبقى عارف كمان الهارموني بتاعك ده هيتعمل ازاي، يعني ايه الالات اللي هتعزف الهارموني بتاعك ده، بمعنى جيتار البيز هيعمل ايه، طيب الالة اللي هتمسك كوردات هتبقى الجيتار ولا هتبقى كيبورد ولا هتبقى مين فيهم هيعمل اللحن اللي هو هيبقى الرئيسي. انت عايز اللحن اللي هيبقى الرئيسي اللي ماشي في الاخر دوت اللي الناس كلها بتلحظه، يبقى بآلة ايه او بصوت ايه، طب الالات اللي تبقى وراه تبقى ايه عشان ما تغلوش عليه، دي اول حاجة. تاني حاجة علشان تبرز هذه الرسالة بالاخر صوت انت مطلعه، سواء كان صوت بشري، سواء كان صوت آلة، سواء كان صوت مجموعة، ايه هي بالظبط الالات اللي ورا اللي هتحطها كخلفية عشان تبرز هذا الموضوع. فانت لازم تبقى فاهم الهارموني، وتبقى فاهم السلالم، وتبقى فاهم علاقة الالات ببعضيها، الاصوات ببعضيها، ده في المكان الفلاني وده في المكان الفلاني وده في المكان الفلاني وده في المكان الفلاني، ازاي تعمل الكلام ده كله. تيجي اخر ملكة بقى للموزع الموسيقي، دي حاجة رباني، يعني دي ممكن انت تنميها بانك انت تطور نفسك، بتسمع كتير وتقلد اللي بتسمعه وتسمع دي تحللها وتعملها، هي بالظبط الموهبة الربانية، اللي هو انك انت زي ما كده في ملحن موهوب في موزع موهوب. موزع ده ملحن، يعني هو عبارة عن حاطط الحان مع بعضيها وبيقدر يفهم علاقاتهم ببعضيهم ايه بواسطة العلم اللي اتعلمناه، ويقدر يطلع حاجة كويسة ويطلع حاجة حلوة. ولكن الموزع الموسيقي كمان لازم يكون عنده الحتة بتاعت السنس ديت، يعني يبقى عنده احساس كويس، لانك انت لما هتعمل احساس كويس هتركب الالات كويس على بعضيها، اختيارك للالات هيبقى موفق بالنسبه للموضوع اللي انت بتعمله، عندك حس فني بصفه عامه. طيب اعرف اتعلم نوتة ولا لا عشان ابقى موزع موسيقي؟ بص، النوتة الموسيقية ديت هي القراية والكتابة، هي القراية والكتابة. ينفع حد يتعلم طب او هندسة او محاسبة من غير ما يتعلم القراية والكتابة؟ يعني بالعقل كده. فانت علشان ننقل لك المعلومات بتاعه الهارموني، ننقل لك المعلومات ديت، دي بتتعمل ازاي ودي بتتعمل ازاي، وايه علاقه النوتات ببعضها، والكوردات تتكون ازاي، والمسافات اللي بينهم تبقى ايه، لازم الكلام ده يحصل على مدرج موسيقي. لازم عشان ننقل لك المعلومه ديت وتتعلم المعلومه دي من الكتب، مش هتلاقي المعلومه دي مكتوبه لك حط الضوء على الصوت تطلع لك مش عارف ايه بالعربي كده، لا ده هتبقى مكتوبه لك من بالمرسومه بالنوتة الموسيقيه. ف بالبديهي كده انك انت الموزع الموسيقي بتعلم نوتة موسيقية. حاجة تانية كمان، عشان الموزع الموسيقي لما سعادتك هتيجي تكتب للعازفين يعملوا حاجة مثلا، او تديهم كوردات او تديهم تركيبة معينة يعملوها، العازف هيجي ممكن يقول لك انا وريني عايز تعمل ايه بالظبط وانا اعمله لك، يعني راجل عازف شاطر بس هو مش عايز يعني يسمعك، وعايز بالظبط توريله الورقة النوتة بتاعتك وهو هيمشي على النوتة ويعملها، بالذات الناس اللي بتكتب للاوركسترا، واخد بالك؟ فانت مش هينفع تنقل وجهة نظرك كموزع من غير ما تعرف نوتة، لا انت تعلمت من غير نوتة ولا انت هتعرف توضح وجهة نظرك للناس التانية من غير نوتة. فده مبدئيا تعليم النوتة ده القراية والكتابة. بعد كده بتتعلم السلالم والمقامات. لو انت هتعزف غربي بتتعلم السلالم الغربية بتمشي ازاي والخصائص بتاعتها ايه، وعلاقة كل سلم بالتاني، علاقة الماجير بالمنير، علاقة دايرة الخمسات، دايرة الربعات، حاجات كتيرة قوي لازم تعرفها. ازاي تعمل قفلة، تدخل ازاي، تقفل اللحن ازاي، انواع القفلات، تبقى عارف كمان الحركة الهارمونية، الحاجة اللي تنفع والحاجة اللي ما تنفعش، حاجة اللي بيطلع صوتها وحش والحاجة بيطلع صوتها حلو. هي مش قواعد عشان تمشي عليها، قواعد ممكن تكسرها طبعا، واخد بالك؟ القواعد في الموسيقى
معمول عشان تتكسر وعشان تستعملها برضو. فما فيش صح وغلط، بس الحاجات اللي انت هتتعلمها من الكتب ومن الخبرات بتاعت العازفين اللي عملوا حاجات قبل كده هتوصلك بسرعة جدا للي انت عايز توصله، بدل ما تقعد انت تجرب وتحتار وما توصلش. فهو بالظبط العلم الموسيقي بيوصلك اسرع للي انت عاوز توصله، وبيوصلك باحترافية انك توصل للي انت عايز توصله، لان من غيره ممكن تتوه وما توصلش اللي انت عاوزه. طب انا عايز ابقى مطرب وملحن ومهندس صوت وموزع في نفس الوقت، ينفع؟ والله انت سوبر بندق ممكن تنفع طبعا، يعني لان الحاجات دي كلها كل واحدة من دول دي شغلانة لوحدها. المطرب ليه شغلانة، الملحن ليه شغلانة، مهندس الصوت ليه شغلانة، الموزع الموسيقي ليه شغلانة. احنا النهاردة بدأنا باننا نشرح الموزع بيعمل ايه بالظبط ووظيفته ايه الموزع دوت، والحلقات الجاية ان شاء الله هناخد كل تفصيلة من تفاصيل الاشخاص دول، نبقى عارفين ده محتاج ايه عشان يبقى مطرب، ده محتاج ايه عشان يبقى ملحن، ده محتاج ايه عشان يبقى مهندس صوت كمان. طيب ايه هي الكلية او المعهد او المدرسة اللي تخرجني موزع صوت؟ والله يا ابني مفيش حاجة اسمها حد بيتخرج موزع صوت، مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها انك انت بتفهم موسيقى وبتدرس موسيقى، تدرس آلة، تدرس الآلة ديت انك انت مش عايز تبقى عازف بس، فانت بتفهم يعني ايه موسيقى بانك انت تدرس الحاجات اللي جنب العزف، يعني مش تدرس بس انك انت تعزف الآلة وتبقى شاطر في العزف، لا انت تفهم تركيب الموسيقى ايه بالظبط، انك تفهم الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها، وتتعلم الهارموني والكلام ده كله الحاجات المصاحبة، وتتعلم قواعد التأليف الموسيقي كمان، وتتعلم الحاجات دي كلها مع عزف آلة، واخد بالك؟ خلاص انت بقى عندك كل الادوات الممكنه انك انت تقدر تبدا تفكر في موضوع التوزيع الموسيقي. بتجرب نفسك في الموضوع بتاع التوزيع الموسيقي في الحاجات اللي انت يعني تتمنى انك انت تعملها. في ناس بتحب تكتب للكلاسيك، في ناس بتحب تكتب للاغاني، في حال ناس بتحب توزع للاغاني الشعبيه، في حال ناس بتحب الجاز، في ناس بتحب الريجي. شوف انت بالظبط المجال الموسيقي اللي انت بتحبه او الخط الموسيقي اللي انت تحبه، وابتدي جرب فيه وشوف الناس عملت فيه ايه قبل كده، وحاول بتبدا تقلد حبه بحبه بانك تطلع. انما تلاقي مدرسه تدخلك من الناحيه ديت مواطن عادي، وبعد كده تخرج من بره من الناحية التانية موزع موسيقي. المعاهد الموسيقية كلها بتخرج ناس عازفين وناس من قسم التأليف بيشتغلوا من قسم التأليف. فانت على حسب اللي انت لو انت عاوز تخش بقى الموضوع اكاديمي، الاكاديميات ديت ممكن تدي لك الاساسيات اللي تخليك موزع موسيقي. انما مفيش حد هيقرر انت موزع موسيقي ولا لا الا انك انت تجتهد بنفسك وتشتغل، لان انت بتسمع عن الالاف اللي بيتخرجوا كل سنة من معاهد الموسيقى وما عندهم العلوم ديت، بس عملوا بيها ايه؟ ما اعتقدش ان كلهم بينبوه في الموضوع ده. لازم الموضوع ده يكون فكرة جواك انت ومحبة منك الاول علشان تقدر تنجز، وانك انت تطلع بالادوات كلها اللي عندك ديت اللي انت عاوزه. طب هل ممكن ابقى موزع موسيقي من غير ما ادرس في الكونسرفتوار ولا ادرس في اي كلية موسيقية؟ طبعا من الممكن ببساطة جدا انك انت تمشي على الخطوات اللي احنا قلنا عليها، انك تتعلم النوتة، تتعلم تعزف آلة او آلات، وكمان تتعلم علم الهارموني، وتتعلم بقية علم قواعد التأليف الموسيقي، ازاي تألف موسيقى. فالكلام ده كله بيربط مع بعضه في الاخر مع من جواك انت، جواك فن وجواك عايز تطلع ان انت طبعا تبقى موزع موسيقي ممتاز جدا وشاطر جدا. وازعم ان في ناس كتيرة من اللي نعرفها وزعت اعمال موسيقية كويسة وكده ما كانش عندهم خلفية دراسة موسيقية أكاديمية، يعني واخد بالك؟ ولو ان الدراسة الأكاديمية انا مش بقول انها وحشة، بالعكس ده دي بتحطك بطريقة ممنهجة على الطريق السليم، بس لازم تكون الفكرة عندك هنا في الاول قبل ما تبدأ في موضوع الدراسة الأكاديمية دوت، لان الدراسة الأكاديمية هتسهل لك حاجات كتير بس مش هتخلق لك الفكرة جواك لو انت ما عندكش اساسا الفكرة ديت. مهنة الموزع الموسيقي دي مهنة فول تايم. يعني الراجل دوت قاعد يدرس حاجات كتير طول عمره، وقاعد يتخيل حاجات كتير، وقاعد يألف. من الممكن حتى يألف هو موسيقى لوحده، يعني يقعد مع نفسه ويعمل جمل ويعمل بتاع، والحاجات دي تمشي وتعمل مقطوعة واتنين أو أغنية واتنين. من الممكن توصل لكده. يعني الموزع الموسيقي ينفع يبقى ملحن، الموزع الموسيقي ينفع يلحن لو هو عنده أفكار وجمل لحنية تستحق ان الجمل اللحنية ديت فعلا الناس تسمعها وتنبسط منها، واخد بالك؟ فمن الممكن ده يحصل. اتمنى ان انا اكون وضحت مهنة الموزع الموسيقي، وان شاء الله هنشوف الحلقات الجاية ايه هو الملحن، ايه هو مهندس الصوت، ايه هو المطرب. اشوفكم الحلقة الجاية.